فئة ديزني، ايه كمية افلام ديزني اللي عمالة تنزل ده يا جدعان؟ يعني ماليفيسنت 2 ولايون كينج وأونورد وسول ومولان، هنخش الافلام دي امتى؟ كحة تراب، من كحة تراب خلاص ما فيهاش، فاضية من كحة تراب. من بالراحة. ايوة يعني هتخش فيلم ايه يعني في الاخر؟ يا عم الشنول. ازيكم يا جماعه؟ النهارده في ستيفلر رياكشن على هوم سينما، والفيلم اللي هنعمله رياكشن هو فيلم ماليفيسنت. صراحه الجزء الاولاني ما عجبنيش قوي، ما شدنيش قوي، اتفرجت عليه من الاخر يعني عشان نكون صراحه، اتفرجت عليه عشان خاطر بس انجلينا جولي مش اكتر، عشان كان انا بالنسبه لي ده كان فكرته جديده، بس كجزء الاولاني انا ما عجبنيش. اتمنى بصراحه ان الجزء الثاني يغير شوية انطباعاتي بالنسبة للفيلم، اتمنى يكون احسن يعني شوية من الجزء الاولاني. يعني ايه؟ لان انا بالنسبة لي الجزء الاولاني كان مخيب للامل بطريقة مش طبيعية يعني. طبعا كالعادة ما شفتش التيزر ولا ده تريلر، ده تريلر اوفيشال تريلر بتاع الفيلم. طبعا ما شفتش تريلر ولا مرة، فهشوفه معاكم دلوقتي الاول مرة، يلا بينا. 5 years ago I thought I lost you forever. There is no curse that could ever tear me away from you. Will you marry me? Yes. Ruin my morning. Philip asked me to marry him. No. I wasn't really asking. Nor was I. You have done an admirable job going against your own nature to raise this child. But now she will finally get the love of a real mother. There is no union. There will be no wedding. Maleficent is a threat to everyone. We'll do our best to protect you. You've spent years caring for a human. Now it's time to care for your own. اوكي يا جماعه، صراحه الجزء ده شكله هيبقى احسن من الاولاني. انا مش بتاع نوعية الافلام دي، مش بحبها قوي يعني، بس الجزء يعني كماليفيسنت كفيلم يعني انا شايف ان بالنسبة لي ان الجزء ده هيبقى احلى من الجزء الاولاني بكتير. لان لما جيت اتفرجت على الجزء الاولاني، لما اتفرجت على التريلر بتاعه، مش الفيلم، انا اتفرجت على التريلر الاول، بصراحة ما شدنيش زي الفيلم ده، يعني ما شدنيش زي الجزء ده. التريلر معمول حلو، وفي الفرصه ان هو يخش اي ماكس، بصراحه يخش اي ماكس شكله هيبقى حلو في الاي ماكس. يعني الكاست انجلينا جولي، وفي تشويتال اجيو فور، وفي الان فانينج، وفي ميشيل فايفر. مخرج الفيلم هو خواكين رونين، هو نفس المخرج بتاع بايرتس اوف ذا كاريبيان، ديد مان تيل نو تيلز. عشان كده ده برضو سبب من الاسباب ان انا برضو ممكن ما اكونش متحمس للفيلم قوي، لان ديد مان نو تيلز بايرتس اوف ذا كاريبيان ما عجبنيش قوي. موعد عرض الفيلم 18 اكتوبر السنه دي 2019. نسبه ترقبي للفيلم هي 6/10، بس ما عنديش انطباعات تانية للتريلر تتقال فيها. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، ان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تانية قريب. ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقه عجبتكم، ما تنسوش تعملوا لي فولو على فيسبوك وتويتر وانستغرام، واشوفكم الحلقه اللي جايه. باي باي.